بنرحب بحضراتكم. زي ما نوهنا في بداية الحلقة النهاردة هنتكلم في الفقرة الأولى عن اليوجا العلاجية. إيه اليوجا العلاجية دي والفرق بينها وبين اليوجا الاسترخائية إيه بالظبط، وإيه الفرق أصلا بينها وبين اليوجا يعني العادية عامة؟ يعني أنواع كتيرة جدا ومش فاهمين إيه الاستفادة منها أو إيه ممكن النتائج الصحية جدا من وراها لو فعلا الواحد مارس اليوجا بشكل بس منتظم. خلينا نرحب بضيفتنا غادة المراكبي مدربة يوجا علاجية. بونجور. صباح الفل. صباح الخير. اليوجا دايما بنسمع إن هي رياضة، رغم إن الناس تقولك إيه الرياضة في إن أنا أقعد وأقفل عيني وأعمل إيدي كده، بس لا، الموضوع اكبر من كده واعمق من كده، وليها كمان حاجه ليها علاقه بالتنفس. خلينا نفهم منك اكتر. بس ما هو الفيلم بتاع زمان بتاع اليوجا اللي كانوا يقعدوا فيه كده بالظبط هو اللي بوظ سمعه اليوجا. هو مبدئيا هو اليوجا مش ان احنا نقعد كده بس، يعني هو زمان قوي اول ما اليوجا ابتدت كانت ان اليوجا هي مديتيشن، تمارين تامل علشان تريح الروح السول بتاعتنا. بعدين بعد كده هم قالوا طب ما احنا كده قاعدين بنشتغل على الروح بتاعتنا ومش بنشتغل على الجسد اللي هو المعبد اللي فيه الروح. وهنا ابتدت حركات اليوجا بقت اكتر من مجرد قعدات تامل. فعامه اليوجا كلها استرخائيه، يعني ده الهدف منها. عشان كده دكاتره كتير قوي بتكتب عن بتتكلم عن تقول للناس بتوعها لازم يعملوا يوجا. قعدت افكر كتير قوي، انا اتعلمت يعني خدت يوجا في الهند وخدت في بالي. عشان في الهند وبالي دول اساس اليوجا اصلا، دول اساس اليوجا. وخدت بقى بعد كده اليوجا العلاجيه في هولندا، فلقيت ان هم مختلفين شويه عن بعض بس الاثنين مجتمعين على نقطه واحده انها لازم تبقى استرخائيه. بعد كده الموضوع بقى اكتر قلب رياضه شويه، بس هو الهدف منها مش رياضه، هي رياضة ذهنية نقدر نقول أكتر ما منها يعني أكتر روحية. هي لازم تعمل لينك، يعني لازم أبقى أنا بعمل لينك من نفسي وجسمي وراحتي النفسية، يعني لازم التلاتة يبقوا مع بعض. أوكي. فاللي احنا بنحاول نعمله إن احنا وإحنا بنعمل أي حركة يوجا بناخد نفس عميق جدا داخل وبنطلعه بالراحة قوي كله من المناخير، اللي هو على 5 مرات تقريبا على حسب طول النفس. يعني ممكن ناخد، لو أنا هاخد النفس في 3 عدات أحاول أطلعه في 6 عدات. دايما نقول بندي أكتر من ما بناخد، مش من البق خالص، من المناخير، من المناخير أكتر، لأن فتحات المناخير تبقى ضيقة. فالهواء، فاكرة لما خدنا زمان في العلوم اللي هو بناخد الهواء من المناخير عشان شعري يدفي الهواء وهو داخل للرئة، وبعدين بنطلع تاني علشان ننقي الشعيرات بتاعتنا. فاللي احنا بنعمله في اليوجا ان انا بعمل حركة سواء تويست او بفتح اي حركة في حركات اليوجا لازم اخد معها نفس جامد جدا واطلع النفس براحة قوي. اوكي. فده كله بيشتغل على الجهاز العصبي. مجرد فاكرة زماننا كان يقولوا لنا خد نفس كده واهدى، هي خد نفس، يعني خلينا ناخد وقت ونتنفس. يعني في نفس الوقت بدي احس بجسمي بقى. بس طب بصي، انا هقول لك اللي بسمعه عن اليوجا وتقول لنا المعلومات دي صح ولا غلط. بتقال اول حاجه ان اليوجا بتخسس، بيتقال ان هي بتشد الجسم، بيتقال ان هي بتساعد على تقويه الذاكره. انا ما اعرفش المواضيع دي صح ولا غلط مثلا. صح، دي احدى فوائد اليوجا. ليه هي بيقولوا عليها كده؟ اول حاجه هي ليه احنا كل ما بناخد نفس عميق داخل وطالع انا بزود الحرق، قاعد باخد في اكسجين وبطلع في ثاني اكسيد الكربون، قاعد باخد ده بيعمل ايه؟ السيركيليشن، هو الدم قاعد والنفس قاعد والاكسجين قاعد يوصل للسيلز بتاعتي ويطلع الهواء، كل ده بينشط مع الوقت الميتابوليزم. اوكي. حتى في تمارين نفس لما بنقعد نعملها، لو قعدت اعملها 4 5 دقائق بنلاقي الجسم كله عرق. كنت ما انت قاعدة. هي على فكرة يعني دكتور ولا اقولك ايه بقى؟ لا قولي لي. كوتش غادة. غادة. هتورينا لايف على فكرة دلوقتي، لو حد حابب ان هو يعني لما تبدأ التمرينات يتمرن معنا دلوقتي وهو بيتفرج علينا. هي تمرينات وكويسة جدا واي حد ممكن يعملها في البيت وسهلة ومش تاخد وقت، فدي برضو تعلمينا فيها ازاي ممكن نحقق ده على الارض. هقول لكم ده، بس محتاجة اشرح حاجتين. طبعا. اول حاجه لازم اتكلم على الجهاز العصبي، ليه هي بترخي الاعصاب وبتحسن الدوره الدمويه وكل ده. اول حاجه ان احنا دايما لما بنبقى عصبيين النفس بيبقى قصير. لو مسكتوا نفسكم مره كده وخدتوا بالكم جسمكم ايه اللي بيحصل في الجسم واحنا متعصبين، واحنا خصوصا في ستريس كتير قوي الايام دي او الفتره الاخيره، ورتم الحياه بقى سريع قوي، يعني بقى فيش وقت ان احنا نعمل الحكايه دي. فايه اللي بيحصل؟ ان بتبتدي ضربات القلب بتزيد من كتر ما احنا بنجري، المخ مش قادر يفرق احنا متعصبين ولا احنا اندر ستريس، في حاجه هتهجم علينا. فهو
احنا ربنا خلق الهرمونات بتاعه الستريس علشان نستفيد منها في حاجه، ان احنا ناخد اكشن، نجري، نعمل اي حاجه. لكن اللي بيحصل ان احنا جسم مش مفرق، بس احنا دين ستريس، في افكار في دماغنا قاعده مخليانا ستريس قوي، فكل ده بيجي يرسل للمخ ان انا جهازي العصبي فيه حاجه، فبيبتدي يحصل، يبتدي القلب يضخ دم اكتر، يبقى كده الضغط بيعلى مع الوقت لان عضله القلب بتقوى من كتر ما قاعده بتضخ دم عشان اخد اكشن، عشان اجري، فعشان الدم يوصل للعضلات، فيبتدي الهضم يقف شويه، مش وقت هضم، وقت يروح للعضلات بتاعتي. يبتدي السكر يبتدي يبقى اكتر في الدم، عشان كده من كتر الاسترس ممكن يجي لنا سكر. يبتدي كل جهاز بيحصل فيه بيبقى كانه لازم يتصرف لان في حاجه بتحصل في الجسم. تخيلي لو احنا فضلنا كده طول الوقت، يعني حتى في البريك من شغلنا او من حياتنا ممكن نبص في الموبايل فنبتدي نعرف اخبار تانية تخلينا ستريس اكتر. فاللي بيحصل ان المخ مش بيفصل تماما، والجسم الاميونيتي سيستم او جهاز المناعه بتاعنا بيبتدي يضعف من كتر ما هو قاعد بيشتغل بيشتغل بيشتغل، مش قادر يحمل كم الستريس ده. فاللي احنا بنقوله ان احنا لازم نتعلم حاجات معينه ثابته نعملها خلال اليوم تخلي كل شويه بخش بالجهاز العصبي بتاعي لحاجه اسمها ريست اند ريجست، ان هو يريح كده، يعني كاني بعمل ريتشارج. عارف الكمبيوتر لما يقعد يشتغل مش لازم اعمله اقفله وافتحه اعمله ريتشارج، الجسم محتاج يعمل الريتشارج ده، يشحن هو كمان. فكتير قوي بنصحى من النوم الصبح حاسين جسمنا بيوجعنا، كاننا ما نمناش، كان الجسم ان احنا بيحصل واحنا نايمين ما بنخشش في الديب سليب، ما بنمشي بعمق خلاص. كنت ما المخ ساعات تحسي بتصحي الصبح تلاقي ايه ده انا قاعده بفكر وانا نايمه، فمن اللي احنا بنعمله ما بتعرفش تنام من التفكير، في ناس بتوصل ما بتعرفش تنام، في ناس بيجي لها من الستريس اللي حضرتك بتتكلمي عنه الانكزايتي اللي هو الانكزايتي وبانيك اتاك، وبانيك اتاك مش عارفه تاخد نفس، كل ده كل دي ترطبات على الجهاز العصبي. يعني الجهاز العصبي قاعد بيشتغل يشتغل يشتغل ومش بيروح لحاجه اسمها الريست اند دايجست، محتاجه اللي هو الجهاز الباراسمباثيك ده اللي هو المفروض اريلاكس فيه. وللاسف كل الناس لما نقول ايه العبوا رياضه بتقدروا يلعبوا رياضه طف قوي ويطلعوا قوي، فده بيشتغل اكتر على الجهاز العصبي انه كان الجسم برده تعبان. فهنا محتاجه انزل بالجسم، انزل بالجهاز العصبي، اريح عضلاتي واسترتش واتنفس، هنا بقى تخش اليوجا لازم. طب حلو قوي، بس برضو هقول لك الحاجات اللي احنا بنسمعها. بداية كونا اوكي، يعني الكلام ده كله حلو بس انا بزهق، انا هفضل قاعد بقى مش عارفه قد ايه ويعني ممكن الناس تلاقي الموضوع اتس بورينج شويه، ف هنقول ايه على ده؟ ما احنا مش هنفضل قاعدين، احنا بس كل حكايه هنعمل تمرينين، تمرين للنفس، فده لما احس ان احنا ستريسد قوي، لان اللي بيحصل ان مثلا لو احنا عايزين نفكر او ناخد قرارات، ده مثلا لو هقول ده المخ، اوكي هنا اللي هو جذع المخ، هنا الايموشن اللي هو مسؤول عن الاعصاب ومسؤول عن النفسيه وكل الكلام ده، هنا الفرونت اللي هو قدام المخ من قدام هنا مسؤول عن التفكير واتخاذ القرارات. اللي بيحصل لو وصل رساله للمخ ان احنا في ستريس جامد جدا، بيحصل شات هنا، هنا مش بنفكر، مش وقت تفكير، وقت ريفلكس اكشن، تاخدي حاجه سريعه، فيبتدي يشتغل هنا الايموشنال ويبتدي يشتغل جذع المخ ان هو يعمل ايه، عايز يرياكت وخلاص. فدايما بقول قبل ما ناخد قرارات او قبل ما نبتدي اليوم او قبل ما نقوم ننط بسرعه من السرير على الجري والهايبره بتاعتنا دي، نقعد شويه ونفتح الكتف بتاعنا وناخد بس ناخد النفس زي ما قلتي في الاول، اخده في 3 4 عدات 5 عدات واطلعه في الدبل، اطلعه 7 8 9 عدات كله من المناخير، ولازم دايما افتح للرئه بتاعتي، نتعود دايما ان احنا قاعدين ظهرنا ستريت وفاتحين. يعني هل لو احنا عملنا كده هينفع اخد نفس عميق؟ جربيها كده معايا لو احنا قاعدين قاعدين على اللابتوب ماسكين موبايل قاعدين قافلين على نفسنا، لا طبعا فالرئه ما بتبقاش قادره، فبرجع عشان اتحرك الحجاب الحاجز ده ينزل ويدي مكان للرئه واقدر اخد نفس عميق جدا. اول ما بناخد نفس طلعه براحه قوي من مناخيرنا، نبتدي نحس ان ابتدى الاكسجين يوصل لاطرافي، ابتدى الرئه تاخد هواء اكتر، ابتديت اريح حاجه قوي بنسميها اللي هو العصب الحائق اللي هو بيبقى ماشي في كل اوكي. دي بقى اول حاجه التنفس الصح، وبعدين التنفس الصح. تاني حاجه ابتدي لو احنا عندنا اوجاع، لو احنا قاعدين كده طول الوقت، طب ما تورينا كده. لا انا عايزه هوري ثلاث حاجات على الكرسي وهوري ثلاث حاجات على الارض. يلا بينا. طيب فاول حاجه هنتعلمها على الكرسي، عايزين نقعد صح، فدايما هاخد الكتف لورا ودايما نفتكر الودن فوق الكتف، فدايما هزق كده دقن لورا عشان اتاكد ان ودني فوق الكتف. اوكي كده انا امنت عامله سبيس بتاعتي للرئه والعمود الفقري بقى ستريت. هنعمل حاجه، العمود الفقري لازم يتحرك في 6 اتجاهات، فلازم يروح للجناب ويلف ويعمل الكيرف الراوند ده علشان كاني بفكك عمود الفقري، ان احنا قاعدين كده كتير
العمود الفقري هيوجعنا ونبقى قافلين برضو على الرئه. فاللي احنا هنعمله هنفرد التشيست واحط رجلي على الارض، والتمرين ده هيبقى حلو قوي لاي حد بيشتغل ساعات طويله على المكتب او بيقعد كتير على الكنبه. معظم الموظفين كل الاعمار يعني. وحتى كبار السن واهالينا بيفضلوا قاعدين كتير. فاول حاجه هعملها احط ايدي على ركبي وخلي دايما كعبي تحت ركبتي، وهعمل كاني عايزين قلنا نفتح الظهر وافتح الرئه قوي والتشيست قوي بتاعي الصدر فوق للسقف واخد نفس قوي. بس ممكن ايدك ما تجيش على المايك عشان الناس تسمع. وافتح فوق قوي بعدين هطلع النفس بالراحه من مناخيري وادور ظهري قوي وكاني برجع لورا عشان استرتش قوي العمود الفقري. تاني هاخد نفس داخل من المناخير واطلع تاني ومرتين كمان ثلاثه كمان. كل ده انا بفكك العمود الفقري، قاعده بعمل العمود الفقري كده. تاني حاجه عايزه اروح للجناب، فهنمسك الكرسي هنحط ايدينا على الكنبه اي حته احنا قاعدين فيها وهاخد الايد لفوق والكتف بعيد عن الودن، ودايما باخد تاج الراس لفوق كاني بعمل ستريتش لكل العمود الفقري، واخد ايدي للجنب قوي قوي اعمل ستريتش لكل الجنب بتاع الجسم. وابص لفوق كاني بعمل ستريتش للرقبه، برده هاخد ثلاث انفاس خمس انفاس على قد ما نقدر. فكده انا دخلت النفس مع الحركه. بعدين هنطلع ونعمل الناحيه الثانيه برده نمسك ثلاث انفاس. كل ده وانت قاعد على السرير لسه ما قمتش، وانت قاعد على الكنبه في اوضه النوم لسه ما يعني او في الشغل الناس هتبقى مركزه معاك. ما هو الشغل يقول لك ماله ده يعني قبل ما ننزل الصبح سهله مش تاخد دقيقه. لا ودايما بنقول علشان ما هو هنا عايزه اشرح دي بس بعد ما ادي الحركه الثالثه على الكرسي. طيب وبعدين هاخد ثاني القفص الصدري لفوق، دايما بدي مساحه ان العمود الفقري يبقى طويل، وهلف ابص الناحيه اللي ورا وابص على كتفي عشان اعمل ستريتش للرقبه برضه. اوكي برضه خمس كل ده وانا قاعد كل ده احنا قاعدين. وبعدين الناحيه الثانيه حلوه التمرينات بس. والواحد قاعد دي ما فيهاش مجهود، التمرينات سهله قوي بس بتحرك العمود الفقري طول الوقت كويس زي ما بتقولي ايه ما فيهوش ستيفنس خلاص مش ناشف. فبحركه يمين قدام بتويست بروح للجناب ومع النفس العميق انا كده عملت النفس مع ستريتش العمود الفقري بتاعي. ليه لازم احرك العمود الفقري؟ لو ده العمود الفقري بتاعي وده الديسك اللي بقت معظم الناس عندها في الرقبه من كتر الموبايلات والقعده الغلط، او في الظهر فبيبتدي يسمع في الرجل. اللي بيحصل ان احنا كل ما بنكبر الجل ده بيقل، او لو احنا قاعدين بصي كده اهو مكفين لقدام بص هيحصل ايه في الجل من ورا يبتدي يطلع ممكن يلمس الاعصاب، عشان كده ساعات يسمع في الكتف لو في الرقبه ساعات يسمع في الرجل. فاحنا هدفنا دايما كده بطوه لفوق بطوه لفوق، لا انا بوطي لقدام قوي طول الوقت ده في الرقبه ولا احنا ده الرقبه او لو في الظهر من تحت ما هو لو في الظهر من تحت عشان احنا عاملين ظهر فلات قاعدين كده على طول اوكي. ولو فوق في الرقبه لان الرقبه لقدام هو مش الهدف ان سبع فقرات في الرقبه يشيلوا اتقل حاجه في جسمي، هو المفروض اخد كل شويه دقني لورا بحيث كتفي مع الهيب مع الرق يعني بقى كل ده مع بعض فوق بعض فقعد ستريت. فالقعده مهمه جدا حتى لو احنا بنلعب رياضه، لان لو احنا قاعدين بنتمرن ساعه في اليوم وطول اليوم قاعدين كده او ماسكين كده اكيد هيحصل مشاكل في الرقبه. صح. ودايما لما بدور فوق تحت بيبقى فلات، بان دايما المفروض من الظهر يبقى في كيرف شويه. تمام. فممكن نقعد حتى نبقى واخدين بالنا من قعدتنا، لو احنا قاعدين في البيت نتفرج على التلفزيون نحط مخده نسند دايما فاتحين الكتف. المهم ان الظهر يبقى مفرود ما يبقاش دايما المفروض واخد الشيب بتاعه. دايما واخد الشيب بتاعه. طب نشوف بقى عشان الوقت اللي على الماتريس ايه دلوقتي هقلع الجزمه. وهنا هنتكلم على المات برضو. احنا اتفقنا دايما عايزين الظهر يبقى بيتحرك. اوكي. فاهم حركه بحط ايدي تحت كتفي وركبي بفتحها شويه صغيرين والركب تحت الهيب وبرده هي بفتح الكيرف قوي والراوند بفتح الكيرف لفوق وشد قوي ده نفس التمرين اللي كنت قاعده على الكرسي بس هنا بس بقى. هنعمله على الارض وازق قوي واخد افتح فوق. عايزين دايما نحدد ميعاد واحد في اليوم بقى يعني مثلا ايه لو هصلي لو هنعمل اي حاجه ننزل ونعمل تمرين نحدد مره في اليوم دايما بعمله. اوكي. لان ده اللي هيفك العمود الفقري. كم مره بقى؟ المفروض على الاقل باخد خمس اتفقنا دايما عشان نبقى بنعمل يوجا لازم اخليها مع النفس يبقى اخد خمس انفاس عميقه جدا ودايما ببتدي بخمسه. تمام. مع الوقت حاسين ان هي بتريح الظهر نخش في 10 بس دايما ابتدي بقليل. اوكي فده نفس منه. تاني حركه هاخد الرجل اليمين واحطها قدام بين ايدي. تمام. اوكي ولازم ركبتي تبقى تحت لازم كعبي يبقى تحت ركبتي. وهاخد بطني بعيدة عن الرجلين. هنا مهم جدا ليه؟ لان هنا عندنا حاجة اسمها الهيب فلكسس اللي هنا فيه
كل الاربطه اللي هنا لو احنا قعدنا ساعات طويله بتقصر، فلو هي قصرت الشخص الانسان بيقصر عشان كده بنقصر كل ما بنكبر. فانت محتاجه دايما نستريتش العمود الفقري والهيفلكس دي. بصي لو قصرت من كتر القعده هيحصل ايه؟ هنبقى عاملين كده. اوكي. فهنا لما باخد الرجل قدام وازق الهيب شويه لقدام ممكن ابقى هنا وممكن ابقى هنا. لو عندي مشكله في ركبي احط حاجه تحت الركبه. لا معلش انا مش شايفه يعني الرجل دي ستريت والرجل دي أو مش ستريت يعني مش باخدها ورا شويه لحد ما احس بالستريتش هنا. تمام. اوكي. ولازم بس هنا باخد بالي ان كعبي تحت ركبتي، مش عايزه الركب تروح قوي عند مشط الرجل فحامل على اربطه الركبه، عايزه احميها. تمام. بس وهنمسك الاستريتش ده لوحده حلو جدا جدا. ده يعتبر استريتش يعني انا بعمل استريتش كده. تعملي استريتش. احنا فككنا الاول السباين وعملنا استريتش اللي هي الحاجات اللي هتبقى مسؤوله عن البوستر بتاعتي. تمام. طيب انا عايزه افتح الشاس، اللي احنا من كتر القفله دي طول اليوم يا في المطبخ يا على المكتب يا ماسكين موبايل، عايزه افتح الشاس. هاخد ايدي هنا وهدخل صوابعي في بعض وابعد ايدي قوي واخد الشيست فوق شويه. دايما ما اخدش دقني لفوق، دايما خلي الرقبه من ورا ستريت. وظهري لازم يبقى ستريت. ظهري هيبقى هي فيها كيرف شويه. اوكي. بس لو عندي ديسك في اللور باك لازم الظهر يبقى كده ستريت، ما اعملش كيرف جامد في اللور باك. وكل ما هبعد ايدي عني كل ما هعمل ستريتش هنا، لان هنا اللي كل ما بيدي كل ما انا عامله كده عضله هنا بتقفل. فانا عايزه اعملها ستريتش افتحها تاني. في ناس ده هيبقى صعب عليها، ممكن تمسك كحه. وافتح الشيست واقعد كده قد ايه تقريبا؟ برده هما خمس انفاس. دايما نفس، دايما ناخد الحركه، وده ميزه اليوجا. الكاونت في اليوجا مش بالارقام، بالنفس. نفس يعني. والنفس لازم يبقى عميق قوي، يعني دايما متاكده النفس بياخد بيفتح القفص الصدري وبينزل لبطني. يا ريتني النهارده عملت حسابي اعمل معاكي والله التمرين. تبان صعبه بس هي لو الواحد اتمرن او مرن نفسه عليها هتبقى حلوه بسيطه. وبعدين هعمل رجلي زي اليمين، هي الشمال هي هي برده بسكرتش. نفتكر تاني لو ديسك برجع لورا، خلي دايما ظهري في الديسك ستريت، ودايما كان حد بيشدني من تاج الراس فوق. اوكي. دول حركتين حلوين قوي. طيب احنا عملنا حركه كده للعمود الفقري وعملنا ستريتش للهيب فلكسز دول. طيب عايزين نعمل، في ناس عضلات الخلفيه بتقصر اوكي من كتر برضو القعده، من كل ده بيأثر على هي كتر القعده بتأثر؟ كل القعده بتأثر عضلات معينه. اوكي. اوكي. وطبعا بتأثر عمود الفقري زي ما وريتكم بيحصل ايه في الديسكات اللي بين الفقرات بتضغط على بعض، احنا محتاجين دايما نطول. ده مع كبر السن يعني؟ مع كبر السن. ودلوقتي حتى الولاد الصغيرين بقى عندهم ديسكات. أوكي. للاسف، لان من القعده طول الوقت بين على اللابتوب وبعد المذاكره الاونلاين بقوا على طول قاعدين عاملين كده والتليفونات. ايوه. بقت اعمار صغيره بتجيلي وعندهم مشاكل في رقبتهم وكتفهم وفي الظهر، فلازم ناخد بالنا. طب هنا هزق مشتي لفوق وكعبي بعيد وعايزه اطول استريتش العضلات الخلفيه واحط ايدي هنا. ممكن الاسترتش بتاعي يقف هنا لو عندي مرونه شويه هوصل لهنا، بس لازم اخد بالي دايما ان ما بلفش ظهري. فدايما التوطيه عامه لازم تبقى من الهيب جوينت هنا، من هنا، وظهري دايما ستريت. فانا عايزه اطول العضله الخلفيه برده عشان لو قصرت هتعمل عامه قله. يعني هقول لك حاجه، ساعات ممكن يبقى اللي بيحصل ان العضلات بتقصر من قله الرياضه، فاحنا محتاجين دايما نحمي المسل، نحمي العضلات اللي بتسبورت العمود الفقري بتاعنا. أوكي. ونطول العضلات الاساسيه اللي ما تاثرش على نفسي او على منظر الجسم فتعملي مشاكل في العمود الفقري. صح. طب انا هطول دي ازاي برضو؟ اللي هي العضلات سميها العضلات الرباعيه. حط مشتي تحتيه وافتح ايدي قدامي وارجع لورا كاني خط مستقيم. حلو ده. وارجع لورا مع النفس طبعا. ممكن حد يساعد بقى لو حد مش هيعرف يعمل البالانس، ممكن حد يساعده ويمسك ايده من لا قدام. لو انا مش لازم ارجع قوي بقى، انا حتى لو رجعت سنتي ورجعت تاني. اوكي. ودايما اخد بالي ركبي وجعاني لازم احط مخدة او حاجه تحتيه. فكده هبقى انا شغلت دول وعملت ستريتش للورا، قويت دول معايا، عملت ستريتش للهيب فلكسرز. اهم حاجه بقى عضلات الظهر. عضلات الظهر اللي هي عند الناس كلها تعباها. اخر حاجه هنتمرين هنعمله النهارده، انا هنختم بقى بالتمرين ده عشان الوقت خلاص. طيب. ان احنا هننام على بطننا وهرفع ايدي ورجلي بالراحه وانزل. ده عشان اقوي بيه عضلات الظهر بس. وده مهم جدا لان كل ما عضلات الظهر هتضعف كل ما الفقرات هتبقى هي اللي شايله الحمل بتاعي. فهننام على بطننا. وفي ناس بتعمله بالظهر، بتحط ايديها ورا ظهرها وبتطلع. بس انا بعمله ده عشان حاجتين. ايدي هنا لما افتح هبقى بفتح الكتف معايا وبقوي العضلات اللي ورا، وفي نفس الوقت لما اخد رجلي هبقى بقوي الظهر من تحت. اوكي. فكده انا بقوي فوق وبقوي الظهر من تحت والرجل ورجلي تطلع معايا وهي مفروده.
اهم حاجه رقبتي ما تبقاش لفوق برده الرقبه تبقى ستريت. فانا هبقى بقوي كاني بقوي الخط الخلفي بتاعي وبقوي جسمي من قدام وكاني برده الفتحه بتاعه التشيست دي برده تعمل ستريتش للهيب فليكسرز. هي اهي غدا والله بجد حاجات لو واظبنا عليها هتفرق معانا جدا. ياريت بتمارين خفيفه قوي سواء بنلعب رياضه او ما بنلعبش رياضه لو عملناها مع النفس كل يوم هتفرق جدا جدا. اصلا باين عليكي هاديه وصوت طالع موزون بصي انا ما كنتش تاثير اليوجا احنا بقى صوتنا عالي وهايبرين. لا بس بجد هي يعني مش مجرد رياضه, هي حاجه مفيده جدا وليها تبعات مهمه على كمان المدى الطويل. ف يعني ممكن بجد والله اجرب مره يعني, والقصه مش ممله زي ما دارك او معلومات مغلوطه عن اليوجا دايما بنسمعها, بس الكلام ده ملوش علاقه ولا اهم حاجه. اهم حاجه احط لنفسي روتين ولا خمس دقائق في اليوم بتنفس صح بستريتش جسمي صح هيريحني. ولو انا عايزه اروح سنتر اروح مثلا مره في الاسبوع كافيه ولا مره او مرتين؟ حتى لو بتلعبي رياضه ثانيه هو زي ما اتفقنا احنا محتاجين الحاجه نلعب حاجه او نعمل حاجه تهدي الجهاز العصبي. فحتى لو بعمل حاجه ثانيه احاول ادخل يوم او يومين في الاسبوع باخد فيها النفس بستريتش جسمي بريليس بطلع كل الستريس اللي في جسمي. هتفرق قوي. نورتينا واستفدنا بجد جدا. شكرا ليكي جدا. فاصل سريع ونرجع مع حضراتكم اخر فقره معانا النهارده.